الخبر ده يعني مرتبط بموضوع مهم يمكن كنا ناقشناه قريب هنا في صباح اون، لكن خلينا نقول لكم مره تانية لان كل شويه بيطلع نفس التحذير وكل شويه بتطلع طريقه جديده للي هنقوله لحضراتكم دلوقتي. وزاره الصحه حذرت من الادويه والتركيبات العلاجيه اللي بيروج لها عبر الهواتف المحموله من خلال رسائل نصيه بتتضمن اسم المستحضر وتاريخ التعامل معاه والجرعات، واكدت انها قد تكون غير مرخصه وغير مسجله بالوزاره. دكتور رشا زياده رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدله قالت ان هي كلفت التفتيش الصيدلي بتتبع الصفحات اللي بتعلن ايضا عن هذه الادويه او ايضا المراقبه عن طريق اما ايضا وسائل التواصل الاجتماعي او حتى مراقبه الرسائل الاعلانيه اللي هتيجي للهواتف المحموله بالمخالفه للقانون. واحنا اتكلمنا زي ما قلنا لحضراتكم 100,000 مره في هذه القصه لانه كل شويه بتطلع طريقه جديده. يعني كنا بنتكلم على السوشيال ميديا، دلوقتي بقى في كمان رسائل لا المحمول. الاول كانت اعلانات في التلفزيون عن ادويه تخسيس، ادويه فتح الشهيه، مش عارف ايه، لكن دلوقتي السوشيال ميديا والموضوع انتشر بشكل كبير، وخصوصا انه في موضوعات كتيره جدا ليها علاقه بالضرر البدني للحاجات دي. يعني الحاجات دي لو احنا اخذناها بشكل عشوائي كده دي ممكن توقف لنا قلبنا، ممكن تعمل لنا حاجات. دكتوره رشا زياده كانت معانا قريب كمان وقالت انه اصبح في مجموعات من الوزاره بتشتغل على مراقبه صفحات الفيسبوك تحديدا، لانه مش بس فكره الادويه لكنه اصبح في ادويه مهربه، خاصه لما حصلت بعض الازمات المتعلقه بادويه السكر وغيره. كانت في ناس بتستغل الازمه وتروح تبيع الادويه مره تانية بسعر اغلى شويه على الفيسبوك، بس هي ممكن تكون منتهيه او مخشوشه. فمره تانية يا جماعه ده تحذير من التعامل مع اي ادويه على صفحات التواصل الاجتماعي او برسائل نصيه او حتى البراد في القنوات اللي احنا بنقول عليها دايما قنوات ايه، بير السله. صحيح. يعني تحري الدقه في كل شيء.